قرر الوداد الرياضي لكرة القدم رصد مبلغ 1.5 مليار سنتيم، وذلك من أجل إبرام تعاقدات في الميركاتو الصيفي المقبل. حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة من داخل الوداد الرياضي، حسب ما اطلعنا عليه في موقع الأخبار، إلا أنه قرر تخصيص مبلغ مالي مهم من أجل تعاقدات مع اللاعبين الجدد أو تجديد عقود آخرين، وذلك لإبقاء الوداد فريق تنافسي قادر على الاستمرار في حصد الألقاب خلال المواسم المقبلة. وأزاد ذات المصدر أن فريق الوداد الرياضي قرر إقناع عدد من لاعبيه بالبقاء رفقة الفريق الأحمر، بالإضافة إلى سعي الفريق للبحث عن أسماء جدد قادرة على تعويض العناصر التي رحلت عن الفريق الأحمر، مشيرا إلى أن استراتيجية الوداد تروم ضم لاعبين شباب يمكن الاستفادة منهم مستقبلا، وأيضا تعاقد مع لاعبين في الأقسام السفلى لتكرار تجربة النجم الودادي أمين فرحان، والذي تألق رفقة الوداد الرياضي بعدما ضمها الفريق من وداد تمارا بالهوات. وتابع ذات المصدر حديثه بكون فريق الوداد الرياضي يبحث عن لاعبين لا يتوفرون على عقود مع أنديتهم من أجل ضمهم بأقل تكلفة، مع الحرص على عدم تكرار الأخطاء السابقة للنادي، خصوصا ما يتعلق بالتعاقد مع لاعبين أجانب بقيمة تعاقدات جد مرتفعة. وأردف ذات المصدر بأن الوداد وضع نصب اهتمامه ضم مجموعة من اللاعبين الذين ينشطون في البطولة الوطنية، من أبرزهم ياسين البحيري لاعب المولودية الوجدية والمهدي مباريك لاعب فريق الفتح الرباطي، إلا أن المطالب المالية المبالغ فيها من طرف الفريقين جعلت النادي الأحمر يعيد النظر في هاتين الصفقتين ويبحث عن أسماء جديدة. تجدر الإشارة إلى أن فريق الوداد الرياضي تمكن من رفع العقوبة الصادرة عليه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنعه من التعاقدات، وبالفعل بدأ في حصد بعض التعاقدات، ويتعلق الأمر باللاعب إسماعيل المترجي.